رجعنا لكم تاني أصدقائي. أنا بشكر جدا معالي المستشار الدكتور أحمد فؤاد الجهيني اللي هيبقى معانا في سلسلة حلقات إيه اللي أنتم محتاجين تعرفوه في القانون. من حقك تعرف إيه اللي أنت محتاج له، تبعت لنا على الواتس اللي بيظهر على الشاشة وهنحاوره، وهيكلمنا في الموضوعات اللي تخصنا والموضوعات اللي تخص الشارع المصري. إيه الحاجات اللي أنتم حابين إن احنا نعرف عنها معلومات أكتر ونتكلم فيها في الفترة اللي جاية؟ الفقرة دي علشانك، الفقرة دي علشانك، علشان تعرف وتقدر تبقى عندك القدرة والمعرفة القانونية في بعض القوانين والتشريعات الجديدة اللي لازم كلنا يبقى عندنا علم ودراية بيها. الفقرة التانية معانا النهاردة فقرة مهمة جدا، فقرة بعنوان هنعمل خير. كلنا لازم نعمل خير. رمضان جاي، كل سنة طيبين على الأبواب. احنا دايما بنعرف ان في رمضان التبرعات والذكاء وحاجات كتير جدا بنحاول ان احنا فيها نتقرب بيها الى الله سبحانه وتعالى. وفي حياتنا كلها لازم كلنا نعمل خير. النهاردة معانا جمعية البناء وترميم المنازل في القرى والنجوع. هنحاول نعرف الجمعية نشاطها، هنتعرف عليهم اكتر ونتكلم معاهم، وكلنا ياريت نحاول نساعدهم ونعمل خير معاهم. معايا النهاردة مدام هيام جمال من جمعية بناء وترميم منازل. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، منورة الاستوديو. شكرا لحضرتك. معايا كمان المهندس محمد والي، مسؤول عن التنفيذ والترميم بالجمعية. مش مهندس، ازي يا دكتور؟ منور الدنيا. ربنا يعزك. منورك. تسلم. هنعمل خير يا مسهل. هنعمل خير. النهاردة الحوار عن الجمعية. الأول عرفونا الجمعية. الجمعية اسمها طويل قوي. الجمعية اسمها طويل لأن الجمعية أول ما اهتمت بأن هي ترمم البيوت والمنازل في القرى والنجوع. فعشان كده جه الاسم. طبعا احنا لاحظنا أن كل الناس بتعمل خير. الدكاترة، الدكتور مثلا بيدي فرصة للناس اللي غير قادرة ان هم يكشفوا بالمجان، فقررنا كمجموعة من المهندسين ان احنا نعمل خير. طب احنا هنعمل خير ازاي في مجال الهندسة؟ احنا هنرمي بالبيوت، بس البيوت دي هي اللي موجودة في القرى والنجوع. تمام. يعني انا لو عندي بيت في القرية او نجا ومحتاج ان انا ارممه، ده سهل ان انا اتواصل معاكم وان انا ده سهل جدا ان حضرتك تتواصل معنا. بنقوم احنا على الشاشه هيظهر دلوقتي حالا ازاي ان احنا نقدر نتواصل معاكم وازاي نوصل لكم وازاي نكلمكم وكل ده. بس ازاي بتعملوا ايه؟ يعني فاهم، انا عايز اعرف وكل اللي بيشوفونا دوركم بتعملوا ايه. الموضوع بيبقى له شقين، شق هندسي وشق دراسه حاله. الشق الهندسي خاص بالمهندس محمد. احنا موضوعنا طويل معايا. طيب. الشق الخاص بدراسه الحاله، احنا بنطلب من الحاله انها تحضر بعض الاوراق. تمام. وبنعمل زياره ميدانيه ليها انا واي مهندس او المهندس محمد. تمام. وبنقوم بدراسه الحاله ديت وبنشوف هل هي فعلا محتاجه للمساعده ولا هي بس بتدعي ان هي مش محتاجه. تمام. ففي حال ثبوت ان الحاله فعلا محتاجه المساعده، فبنبدا نعمل دعايه على صفحة الجمعية الحالة ديت. وطبعا بندعمها بالأوراق والصور بتاعتنا. الصور دايما بيبقى فيها الأشخاص خارج النطاق. تمام. احنا بنصور البيوت بس. حلو. وبعد كده يعني بنحاول ان احنا نجمع تبرعات. ساعات التبرعات دي بتقعد سنين جدا عشان تتجمع، واحنا ما بنقدرش نرد على الحالات بسرعة، بنقعد نقول لهم معلش يا جماعة الإمكانيات والموارد محدودة. فطبعا ده بيبقى هنقف عند الإمكانيات والموارد محدودة ونتكلم، هنرجع لها تاني مع حضرتك ونتكلم البشمهندس محمد والي. الأنشطة اللي قامت بيها الجمعية في الفترة الأخيرة، الانشطه اللي قامت الجمعيه، كان الهدف الاساسي او النشاط الرئيسي كان ترميم البناء، ترميم وبناء البيوت داخل القرى والنجوع. تمام. اهتمينا كمان اكتر بالبناء اللي هو مش الكيف الكم، لا الكيف. كويس. وهو ان احنا بنهتم بالفرد نفسه. وحضرتك بتتكلم هيبقى معانا فيديو بنعرض فيه شويه. تمام. حاجات. اتفضل. اهتمينا قوي بالاولاد اللي هم في دور الايتام. احنا ما عندناش الامكانيات الماديه اللي تقدر تخلينا نفتح دار ايتام، فتواصلنا مع دور الايتام ان احنا نبتدي نهتم بالاولاد. هم بيوفروا لهم المأكل والمشرب والإقامة اللي بيقعدين فيها. اهتمينا احنا بالناحية الثقافية له، اهتمينا بالدراسة بتاعته، اهتمينا ننمي فيه جواه انه ازاي يحب المجتمع، ازاي يتعامل مع المجتمع. لو في حد طفل عنده مهارة معينة ابتدينا ننمي فيها الموضوع دوت. ده فيما يخص دور الأيتام. اهتمينا كمان بالموضوع شنط رمضان. الناس دايما واحنا داخلين على رمضان بتوع مهتمين ان هي عايزه تعمل خير كله في رمضان. كويس. ونيجي بعد رمضان الناس دي ما بتلاقيش اي حاجه خالص من انواع المساعدات. تمام.
فكانت الفكره في ان احنا اقتبسنا فكره ان احنا ليه ما نتفقش مع محلات او هايبر ماركت كبيره ونعمل معاهم كوبونات. حلو. ان هو يبقى المتبرع بيجي لنا في رمضان عشان يبقى هو مرتاح ان هو عايز يقدم المساعده في رمضان. واحنا بنعمل الكوبونات ديت مع باتفاق مع الهايبر ماركت، وكنا حريصين على ان الهايبر ماركت ده ما يبيعش سجاير، لان كانت الناس متخوفه ان هو بياخد الكوبون ويروح يشتري بيه سجاير، ما بيشتريش بيه اكل البيت يعني. يعني ياخد الكوبون يشتري بيه حاجات غير ضروريه. احنا فكنا بنهتم بالموضوع ان احنا نشوف الهايبر ماركت اللي ما بتبيعش سجاير. كويس. وقالوا لنا ان هو يبقى مثلا الكوبون ده صلاحيته 6 شهور. خدنا من الموضوع ده نقطتين، ان كده الراجل ما بقى بيشتري الحاجات اللي نفسه يشتريها، مش فارضين عليه حاجات معينه. كويس. وفي نفس الوقت حافظنا على ادميته، مش واحد بيروح يديله شنطه، لا هو بيخش المحل زيه زي اي حد تاني وبيقدم الكوبون دوت وبياخد اللي هو عايزه. هو احساس مختلف ان انت تخش تنقي اللي انت عايزه، ان انت حسسته ان هو بيقدر يختار في الحدود اللي انت عاملها له الكوبون بتاعه، يختار الاحتياجات الحقيقيه اللي هو محتاجها. تمام. مش بتفرض عليه رز، مش بتفرض عليه الحاجات التقليديه اللي الناس بتعملها في الشنط بتاعت كل سنه. الحاجات التقليديه مهمه جدا يا جماعه. بالظبط. الحاجات التقليديه مهمه ان احنا نشوفها انها تكون موجوده. انا بتكلم لو انا عندي فكر مختلف، عندي طريقه لان انا اوصل المساعدات بشكل مختلف، اكيد كلنا نحب ان احنا نوصل مساعداتنا لكل الناس. او احنا بنوصلها لمين؟ بنوصلها لاهالينا، الناس اللي احنا بنحاول ان احنا نساعدهم، كلنا دول هم احنا. احنا كتله واحده. ايه الانشطه الثانيه اللي بتقوموا بيها في الجمعيه؟ احنا كنا بنقوم بدفع المصروفات والملابس المدرسيه للاولاد. دفع المصروفات طبعا كان بتوجيه الدوله، كان الايتام ما بيتمش دفع المصروفات ليهم. والملابس المدرسيه كنا بنتجه للمبادره اللي قامت بها القياده السياسيه، لان كان اسعارها بصراحه مخفضه جدا عن اسعار الخارج. فكنا بنحاول نجمع كل اسرتين يكونوا عارفين بعض او كل اسره لوحدها، حفاظا على يعني الخصوصيه وحفاظا على كرامه الشخص. وبننزل فعلا نشتري لكل اسره الملابس الخاصه بيهم وندفع لهم المصاريف. حلو. كمان كنا بنعمل علاج المرضى. طب احنا بنعالج المرضى، بنقرر الاول بنعرضهم على طبيب بعد دراسه الحاله، وبنقرر المريض ده هيحتاج لدكتور عيون ولا دكتور ايه بالظبط، وبعدين بعد كده بنتابعه. ما كناش بنسيبه لوحده، كنا بنروح معاه للدكتور كمان بنجيب له الادويه. ما كناش بنعمل كده وبس، كنا كمان بنعمل تجهيز للعرايس والناس الفقراء والايتام. حلو ده قوي. طيب لو اتكلمنا اكيد مع كل الانشطه اللي انتوا بتعملوها، بس ما الاسم خرج بره الاسم لمجموعه انشطه ثانيه، علشان الجمعيه ما لهاش شق هندسي بس. تمام. البيت مش عباره عن مكان بس او عباره عن حيطه او مجموعه من الاماكن الخرسانيه، لا، البيت ده هو الناس اللي عايشه جوه البيت. احنا لو اهتمينا بالبيوت بس وبناء البيوت وما اهتمناش بالناس اللي جوه، يبقى احنا كده ما عملناش حاجه. انا ممكن ابني بيت واسيبه، ما حدش هيقدر يعرف ازاي ينظف البيت او يعرف ازاي يهتم بالناس ديت او يعرف ازاي ان هم لو طفل محتاج. انا عايش في قصر لكن جعان. بالظبط كده. تمام. احتياجاتك. وعلى فكره الجوع ده مش هو المشكله، المشكله كمان ان انت تقدر تعلم الطفل كويس قوي. حلو. او تقدر ان انت توصله المعلومه. تمام. طيب اكيد بتواجهك صعوبات. الصعوبات كتير. طيب. الصعوبات كتير. لما جينا نتكلم في اكتر حاجه بتواجهنا في الصعوبات او اللي هي بتسبب الم لينا في الجمعيه، ان حد يبقى في احتياج او احنا عارفين عملنا عنده البحث والحاله وخلاص فعلا الراجل ده لازم نساعده او الست دي لازم نساعدها، والامكانيات الماديه عامله لنا عرقله في الموضوع. دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لنا الم كبير جدا، ان ضعف الموارد ما بتخليناش نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. طيب. من ضمن الحاجات اللي بتقابلنا برضو عدم الصدق مع الحالات. في بعض الحالات بتبقى محتاجه مجهود كبير جدا، انت راجل مؤتمن على الفلوس والتبرعات اللي بتجيلك، فبتبقى بتحاول تتحرى الدقه في الموضوع عشان تطلع ان فعلا تتاكد ان الناس دي محتاجه. بتبقى موضوع مش قليل يعني، موضوع حاسس متعب جدا، وفي نفس الوقت انت مش عايز تجرحه، مش عايز تحسسه انه انت عشان طالب مساعده فاحنا لازم ناذيك نفسيا، لا، احنا برضو لازم نحافظ عليه نفسيا ان هو بنحاول نتحرى الدقه بدون المساس بيه او مساس بكرامته. من ضمن الحاجات برضو اللي كانت بتامننا التعامل مع دور الايتام. كمل يا جماعه. دور الايتام في ان هم يتفهموا ان احنا انا مش جاي اعدل عليك في طريقه ادارتك للمكان، بقدر ما انا عايز اتعامل مع الشخص، انا بحاول اقوم سلوكه. انا ماليش دعوه بسياستك انت جوه الدار، انا بقول لك انا بحاول اهتم بيه نفسيا، بحاول انمي فيه ان ازاي يتعامل مع المجتمع. ماليش دعوه، انا ما بعترضش على اي حاجه انت بتعملها. هما بيساعد، بيبقى بقى يعني عدم التناغم بيننا وبينهم بيخلينا نبتدي ننسحب تاني من الموضوع ده. احنا هدفنا في الموضوع احنا بنبني انسان، زي ما بنبني المسكن عايزين نبني انسان، نبني بني ادم يقدر يتعامل مع الناس، يقدر مش عشان هو فقير انه ما يقدرش يساعد، لا، انت طالب للمساعده وفي نفس الوقت تقدر تساعدنا في حاجات تانية كتير. اصدقائي انا عايز اقول لكل الناس اللي بيشوفونا، لو انتم مصدقيننا ومصدقينهم
لو انتوا فعلا عايزين تعملوا خير، لو انتوا قادرين ان انتوا ما يتحطوش في الموقف الصعب اللي بيتحطوا فيه اللي هما بيشرحوه دلوقتي، هنقدر نساعدهم، هنقدر نعمل خير معاهم. ده رأيك انت الشخصي، ده احساسك. لو ده رأيك الشخصي واحساسك وحبيت ان انت تشاركهم، هتشاركهم على الارقام اللي هتظهر وعلى عناوينهم. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني نكمل معاهم رحلتهم مع عمل الخير، وعمل الخير في مصر ما بينتهيش. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني وهنكمل حوارنا مع جمعية بناء، وهنشوف ايه الصعوبات اللي بيواجهوها وايه المشاكل وايه ونقدر نساعدهم ازاي. ايه اصعب موقف مريتي بيه في خلال هو ثلاث موقف او اربعه؟ صعب قوي لما حالة تتصل بيك وتقول لك ان هي محتاجه علاج او محتاجه مساعده، وانت تقول لها انا اسف جدا الجمعية ما عندهاش موارد او امكانيات، كانت بتبقى رد صعب جدا عليا. ممكن كنت يعني ابقى منهاره وانا يعني مش قادر ارد على الحاله او برد عليها كده. الحاله الثانيه اللي صعبه ان انت بتلاقي ناس فعلا متعففه جدا وهي ما عندهاش اي حاجه، ممكن تكون قاعده يعني بيتها بسيط جدا ما عندهاش غير حصير وكنب، والناس دي تقابلك بمنتهى الترحيب
وكمان مش كده وبس، هم يحاولوا يتصرفوا في فلوس عشان يدفعوا لك فلوس ان انت ترجع وتركب. قد ايه الناس دي بتتعامل ببساطه. صعب اكتر بقى لما جينا نوزع البطاطين اللي هي بتاعت الناس اللي هي بدون مأوى، مش بطاطين الاسر، احنا بنوزع بطاطين الاسر والناس اللي بدون مأوى. كان صعب قوي قوي لما شفت الناس اللي بدون مأوى قاعدين، وللاسف ان اهاليهم هم اللي طردوهم من البيت. يعني مثلا في راجل كان مراته توفت، وبعد كده هو وابنه وبنته كانوا قاعدين في الشارع هم الثلاثه، بسبب ان صاحب البيت ما قدرش يصبر عليهم عشان الايجار. طبعا احنا لما كنا بنوزع البطاطين ما كناش بنوزع البطاطين وبس، احنا كنا بنحاول ان احنا نسال كل حاله ونتفاعل معاها، وكان بجانب البطاطين بنوزع كمان وجبه. جبنا الوجبات دي من المبادره القياديه، ويعني الراجل اللي كان في المحل بتاع المبادره تكرم مشكورا بان هو اتبرع لنا بصندوق بكرتونه ميه معدنيه. فبتبقى صعب جدا لما تلاقي الناس محتاجاك ان انت تساعدها وانت واقف، يعني سوري معلش، كانك متكتف، كانك على قضيب الارض، رجليك مربوطه جامد قوي وانت مش قادر تتحرك. خلي بالك الشعب المصري، الشعب المصري لما بيلاقي حد بيعمل خير تلاقيه هو بيساعد. ايوه فعلا لوحده. يعني انت لو لقينا في مجموعه كده واحنا ماشيين بالصدفه وحد بيساعد حد تلاقيك انت كمان بتساعده وبتساعد. أيوة. يعني احنا بطبيعتنا وطبيعتنا البسيطه بنحب نعمل خير، لكن مشكلتنا في المصداقيه، ان احنا نقدر نفرق ان ده فعلا انت بتساعده عشان يعمل خير يستاهل المساعده ولا لا. بقينا نشك. يا جماعه اللي بيعمل خير بيعمل خير ما بينه وما بين ربنا، اعمله طلعه لله ومردوده هيرجع لك انت. صادق مش صادق، انا مش بتكلم عن الجمعيه، انا بتكلم عامه في حياتنا. الصدق وعدم الصدق انت لا تتحمله، انت تحمل انت اللي هيرجع لك هو فعلك، هو الخير اللي انت بتعمله. عايز اقول مجموعه الاسئله بتاعت المسابقات اللي احنا بنقولها ونرجع نكمل كلامنا تاني علشان كل الناس اللي بتنتظرنا. النهارده مش هنقول، النهارده ما عندناش اي فايزين، مش هنعمل سحب ولا قرعه، القرعه الاسبوع اللي جاي. هنتكلم ونقول الاسئله بتاعتنا اللي لازم على طول بنبعت على الواتس اللي بيظهر على الشاشه. شركه كيان للدعايه والاعلام بتقدم لنا في كل حلقه فايز 250 جنيه. السؤال بيقول ما هي ارقام شركه كيان للدعايه والاعلام؟ السؤال الثاني اتيليه جيجي بيقدم لنا في مدار الاربع حلقات، في نهايه الاربع حلقات بنجمع الاسئله وبنبعتها على الواتس، فستان فرح او خطوبه قدره من 6 ل 8000 جنيه. السؤال النهارده احنا عندنا حلقه في المنوفيه حالتها صعبه جدا. طيب اقول الاسئله ونسمع الحلقه. اوكي بيخص الموضوع ده؟ بيخص الاتيليه. طيب خلاص نقول السؤال ونرجع للاتيليه. ما اسم رئيس مجلس اداره اتيليه جيجي؟ اسم رئيس مجلس اداره اتيليه جيجي. ما هو الشعار؟ موقع inmasr.com بيقدم لنا ومستمر معانا من الموسم اللي فات، من السنه اللي فاتت. دكتوره داليا ابو المجد دايما بتقدم لنا جايزه 250 وعامله لنا مفاجات كتير جدا هتعلنها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، يعني في الفقره في الفترات اللي جايه. ما هو شعار الخاص بموقع inmasr.com؟ قلنا الشعار ده كتير جدا، ابعتوا لنا تاني على الواتس علشان نكسب 250 جنيه لفايز. شركه الفراعنه للمقاولات، اسم رئيس مجلس اداره شركه الفراعنه؟ هو حضر معانا اكتر من حلقه هنا وعامل مفاجآت كتير جدا، وفي رمضان هيعمل لنا حاجات كتير جدا حلوه. ما هو عنوان مطعم وكافيه تجور بيقدم لنا 500 جنيه مدام حنان؟ الحمد لله على سلامتك وان شاء الله بخير. ايه الموضوع بتاعنا بقى؟ الموضوع ان في حالات بتحتاج بساتين وبتحتاج حاجات بس هي مش عندها امكانيه طبعا. فمن ضمن الحالات دي حاله بنت طبعا من غير ذكر اسمائها في المنوفيه، حالتهم هم ناس فعلا تحت خط الفقر، وهي كانت محتاجه بعض الاجهزه، فاحنا بنحاول في الجمعيه ان احنا نعمل لها دعايه، فممكن كمان نساعدها بنفرحها في فستان يوم فرح. طيب هو ده عن عن عني انا، يعني انا الكلام ده جاي من انا، يعني مش لسه ما استاذنتش مدام جيجي خبيره الموضه والازياء. بوعدكم ان شاء الله انها هتتواصل معاكم، والعروسه اللي انتوا بتتكلموا عليها اتيلي جيجي هخليها ان شاء الله تعمل لها الفستان وتقضي يومها بيه وتفرح اكتر فرحه بيها وتعمل فرحتها وتنبسط، تنسى موضوع الفستان ده، هخلي مدام جيجي تعمله لها ويبقى هديه منها تقضي بيها يومها وتفرح بيه ان شاء الله. وان شاء الله مدام جيجي مش هتكسفنا، وان شاء الله نسمع ده منها على الهوا في المكالمه في الاسبوع اللي جاي. لو كان عندنا وقت قبل كده كنت خليتها معانا على الهوا وهي قالت الكلام ده، لكن كلنا
بنحب نعمل خير، كلنا بنحب نساهم، كلنا بنحب نساعد. كل واحد فينا لو قدر يساعد بالحاجة اللي بيحب يعملها ببساطة بهدوء، كلنا هنقدر ان احنا نشارك وننجح، ومحدش فينا هيبقى محتاج حد، لاننا كلنا هنبقى بنساعد بعض دايما. ايه الكلمة اللي حابة تقوليها في الاخر لكل الناس اللي بيشوفونا؟ بس انا حضرني حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، دووا مرضاكم بالصدقات. ماشي، انت لو عندك مريض او محتاج اي حاجة اكيد اكيد هتقف بين ايد ربنا وتطلب منه الحاجة دي، فمتخيل ان انت بتطلب من ربنا وانت كمان بتساعد حد، اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيساعدك، فساعدوا الناس. تمام باشمهندس، نفس الكلام، ساعدوا الناس. وساعدوا الناس ديت مش بقول ان انت لازم عشان يبقى معاك فلوس انك تساعد الناس، بالعكس، انت لو معكش فلوس تقدر تساعد حد بكلمه، تقدر تساعد حد بابتسامه، تقدر توجد عند اي حد الدافع للحياه انك تحببه في الدنيا، تحببه في انه عنده هدف ممكن يعمله. فمساعده الناس مش فلوس، انا ممكن ابقى فقير بس اقدر اساعد، ان انا انظف الشارع اللي انا فيه، ان انا اشوف واحد بيعمل حاجه غلط اقول له لا، نساعد بعض. المساعده يا جماعه مش فلوس، المساعده بحاجات كتير جدا، مش شرط ان انا فقير ان انا ما اقدرش اساعد، لا انا فقير انا اقدر اعمل حاجات تانية. ممكن يكون ربنا مديني موهبه في حاجه معينه اقدر اعملها، ان انا اسعد اطفال، اروح المستشفيات الاطفال اللي بيبقوا تعبانين، اروح اضحك معاهم اهزر معاهم اديهم دعم معنوي وانا كده ما دفعتش حاجه. فالمساعده احنا يا جماعه نساعد مش فلوس، المهم ان احنا نساعد بعض دايما، الناس ننمي في بعض في نفسنا حب الخير، والخير ما هوش دافع فلوسه بس. انا عايز اقول يا جماعه ان كل واحد فينا يقدر يعمل خير بطريقته الخاصه، يقدر يعمل خير مش لازم بالفلوس، بابتسامه، بالكلمه الحلوه، بمطط الاذى عن الشارع وانت ماشي في طريقك كده ولقيت حجر وبعته، ده ممكن تعمل خير. ان انت تتواصل معاهم وتروح تشوف الاطفال ايا كان المجال اللي انت بتشتغل فيه، وتروح تشوف مشاريعهم وتدعمهم بالكلمه، ده انت كده ساعدتهم ان هم يعملوا الخير ويستمروا فيه. انا بشكركم بجد، انا مبسوط ان انا كنت معاكم النهارده، ودايما دايما ربنا يا رب يوفقكم وتعملوا الخير وتنشر الخير في منطقتكم وفي الحي وفي المكان اللي انتم بتعملوه، وجمعيتكم تبقى جمعيه من الجمعيات الكبيره اللي بتغطي مساحات كبيره من جمهوريه مصر العربيه. اصدقائي انا بشكركم جدا، وبتمنى لكم السعاده، واتمنى لكم في كل اعمالكم اللي بتعملوها في طول يومكم وطول حياتكم الخير، واتمنى الخير للغير، الخير هيجي لك. اشكركم والى اللقاء، انتظركم في الحلقه الجايه قبل الميعاد بساعه، قبل ميعادنا ده بساعه كل يوم خميس. كان معاكم محمد هاشم، اشكركم والى اللقاء.